بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. ليلة جديدة من ليالي الكرة الإنجليزية، الأرسنال يفترس تشيلسي صاحب ال 600 مليون جنيه استرليني. تحس إن ملاك تشيلسي أرزاق يا خواجة، جايبين فرانك لامبارد مدرب بقاله 15 مباراة على التوالي مع إيفرتون ومع تشيلسي لم يعرف طعم الفوز، لكن أرسنال أرتيتا بيستعيد الصدارة الدوري الإنجليزي بس بناقص مباراتين عن بيب جوارديولا مانشستر سيتي. بالبلدي كده شكرا أرسنال أرتيتا، عامل حالة في الدوري الإنجليزي، لولا وجود الأرسنال السنة دي لكان الدوري الإنجليزي حسم من الجولة 20، لكن أرسنال هو اللي عمل للدوري الإنجليزي لون وطعم وريحة جميلة علشان الدوري الوحيد اللي في العالم لم يحسم حتى الآن. حلقة قوية، حلقة نارية، وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لجماهير قهوة الخواجة انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أرسنال فريق محترم بكل ما تحمله كلمة من معنى، قلنا فريق جاي مع السنين لكن فريق بيثبت معدنه الحقيقي، والنهاردة بيفوز على تشيلسي شوية فلوس في الملعب، شوية فلوس في الملعب. الجواب باين من عنوانه، ما هو فرانك لامبارد المدرب، بقول لحضرتك في أول الحلقة بقاله 15 مباراة متتالية لم يعرف طعم الفوز كمدرب مع إيفرتون ومع تشيلسي. طب أنت جايبه بناء عن إيه؟ ولما تعاقدت معاه تعاقدت معاه علشان مباراتين بتوع ريال مدريد، أنت ده تشيلسي فاضل له 10 نقاط وينافس على الهبوط، فريق صارف 600 مليون جنيه استرليني. انت بتتكلم جد يا خواجه؟ ايوه بتتكلم جد، علشان في بدايه حلقتنا لما بنقول الشخصيه اقوى من موهبه، الموضوع مش موضوع فلوس وبس، الموضوع مش موضوع انت بتلعب كوره وبس، لا في تنظيم للفلوس وفي سيستم انت بتمشي عليه، لكن ملاك تشيلسي ارزاق يا خواجه، فلوس بلا مخ، فلوس بلا وعي كروي. تشيلسي بيفرق فلوس على لعبته، كل صفقاته مسدس صوت. ونيجي لأرسنال أرتيتا، الفريق اللي عامل حالة في الدوري، تصدق يا خواجة إن أرسنال أرتيتا أربع لعيبة على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى محرزين أكتر من 10 أهداف؟ جبرائيل مارتينيلي، أوديجيرد نجم مباراة النهاردة اللي أحرز الهدف الأول والتاني، وجبرائيل جيسوس اللي عائد من الإصابة بقوة، وطبعا نجم خط وسط ملعب الأرسنال الفتى المدلل للكرة الإنجليزية ساكا، لعيب أسمراني جميل، لعيب بيعبر عن قوة وشخصية الكرة الإنجليزية، وكمان أرتيتا. إحنا مش عايزين نقول إن ماركل أرتيتا عامل فريق، مش معنى إن أنت اتغلبت من أرسنال من بيبي جوارديولا، لا يا خواجة، ده بيبي جوارديولا اللي مدوخ العالم كله هو وعصابته، وحدث بلا حرج على إيرلينج هالاند كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيلفوتينج ورياض محرز، والعصابة مليانة، لكن أرتيتا عامل حالة في الدوري الإنجليزي. النهارده بيستعيد الصداره من بيب جوارديولا، انا معاك ان بيب جوارديولا ليه مباراتين مؤجلتين، لكن هو اللي عامل حال، هو الوحيد اللي مأجل تتويج السيتي، وتحس ان تتويج السيتي ما هو الا مجرد وقت، لكن في ظل غياب ليفربول، في ظل غياب تشيلسي صاحب ال 600 مليون جنيه استرليني، دايما بقعد اقول 600 مليون جنيه استرليني في الحلقه اكتر من مره، لانه مش مبلغ عادي، انت ما بتتكلمش في 600 جنيه ولا في 600 الف جنيه، لا انت بتتكلم في 600 مليون جنيه استرليني. ناس بتصرف فلوس وخلاص، ناس بتصرف فلوس بلا وعي. وعلى الجانب الثاني كلمني على نيوكاسل ايتي هاو اللي صرف اقل من كده بكتير وعامل فرقه محترمه جدا وبيحتل ثالث الدوري الانجليزي مع المدرب الرائع اي تي هاو اللي عامل حاله وشاعل المقعد بتاع دوري ابطال اوروبا، وليفربول دخل كمان في اللعبه، ومانشستر يونايتد ايريك تين هاج بالبلدي. وزي ما قلنا في اول حلقه شكرا ارسنال ارتيتا ان انت لسه محلي الدوري الانجليزي، وتاني يا خواجه الدوري الوحيد اللي في العالم لم يحسم حتى الان.
ما برشلونة حسم الليجا الأسبانية، ونابولي خلاص احتفل بالكاليتشو الإيطالي، وباريس سان جيرمان مؤجر الدوري الفرنسي والدوري الألماني على صفيح ساخن بين بروسيا وبايرن ميونخ، إلا الدوري الإنجليزي حدث بلا حرج إنها أعظم كرة في العالم، دوري البلايستيشن. النهاردة مايكل أرتيتا بيفترس تشيلسي الجريح الغلبان الطيب اللي ما باليد حيلة، لكن مايكل أرتيتا يوم عن يوم بيثبت إنه هو مدرب محترم. معاك ان كل المدفعجيه، كل جماهير المدفعجيه طمعت في الدوري، وارسنال اللي عمل كده، وارسنال اللي اداهم الضوء الاخضر ان يطمع في الدوري، وانا معايا فريق كويس وركب الدوري لحد الاسبوع ال30، لكن بيبي جوارديولا وايرلينج هالاند رافعين شعار يضحك من يضحك اخيرا، انه بيبي جوارديولا يا ساده، ومايكل ارتيتا عامل فريق محترم. مش معنى انه خسر من السيتي، مش معنى انه خسر الصداره، النهارده بيستعيد الصداره بفارق نقطتين عن السيتي، لكن رغم كده السيتي لمباراتين مؤجلتين، والارسنال بيفترس تشيلسي الطيب الجريح. فرانك لامبارك مدرب طيب كوره، غلبان كوره، ضعيف كوره، بشده اللي تمسك فريق بحجم تشيلسي. مش معنى ان انت كنت كابتن تشيلسي في يوم من الايام ان انت اللي تقود معركه تشيلسي، رغم الفلوس المهوله اللي مصروفه. تاني يا خواجه، تاني 600 مليون جنيه استرليني، ورب الحلقه تكون عجبتكم. في ملخص سريع لافتراس مايكل ارتيتا لفرانك لامبارك في مباراة ماراثونية احتفل بها المدفعجية بثلاثية ولا أروع، عن طريق أوديجيرد اللاعب الرائع، وجبرائيل جوسيس اللي دايما بيمتعنا بأهدافه. ورب العالمين يكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة، سلام عليكم.